شكت روحي ويا ما نده القلب شرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصعب فوح يا ريحة سلم أحباب القلب لا لا ولا لا يا بلا نقول الله الله أكبر يا وطن اسمك مطرس بالذهب والفضة الله أكبر يا وطن يوم الوغى ننده نقول الله الله أكبر يا وطن اسمك مطرس بالذهب والفضة لنهاب العدا ولا توب الردى لنها العدا ولا توب الردى إلا العالي بعلا الله 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 يوم الوغى ننده نقول الله لا لو لا لا يا بلالة شامي بين الرجالة بالفارس حارس على باب بالنور انطر بابك غالي بغلا العيون طهر وصل اطرابك يوم المحن منصور الله اكبر يا وطن بابك غالي بغلا العيون طهر وصل اطرابك يوم المحن منصور ولا توب الردى لنها بالعدا ولا توب الردى إلا العالي بعلا الله 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 يوم الوغى ننده نقول الله يا ما شكت روحي ويا ما نده القلب شرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصعب فوح يا ريحة سلم أحباب القلب خالتي مو أساس هديت وركنت بعد ما سمعت اللي بدي أخذها لعندي على حالها مظبوط بس طلعت لنا قصة تانية شو هالقصة بقى؟ كل نسوان الحارة صار بدهم مال الشاه وحدة رايحة ووحدة جاية وحدة رايحة ووحدة جاية شو هالحكي؟ تقول ما بقى بقي بالحارة غير هبنات ايه شو يعني؟ ايه لك كنا بأم عادي صرنا بأم محمود وأم أسعد وأم هشام وأم عبد الله وأم جابر خالتي الله يرضى عليكي سكري لي على القصة النهائية وخبري الكل البنت مو نجوى يا وليش لك خالتي؟ خلينا نجوزها هي بترتاح ونحن كمان بنرتاح من هالقصة خلصنا بقى خالتي خلصنا من هالموضوع حكينا وفتانا بالقصة كتير كتير لك خالتي اسمع مني الله يرضى عليك خالتي
سكري لي على الموضوع، والبنت ما بدي جوزها يعني ما بدي جوزها. حط عينك بعيني لشوف، اطلع. خير؟ ليكون بعد ما تفتحت العيون عليها والخلايق صارت تحكي فيها، صار انت بدك اياها لخالتي وهي بتجزلك على سنة الله ورسوله. الله اكبر، الله اكبر على القصة بقى. يا خالتي لا تخجل، انت اولى الناس بهالبنت، انت اللي مربيها وانت اللي معلمها وانت اللي مكبرها وانت ما خليتها تعتاز لبني آدم. كنت شو عم تحكي خالتي؟ شو عم تحكي؟ مثل ما انك سمعت، واذا بتلف الدنيا بالطول وبالعرض ما راح تلاقي بحسن وادب وكمال وجمال مال الشام. إله إله إله، خلصنا من هالسيره بقى. انت ما عندي الحكى معك بنو خالتي. وحد الله خالتي، شو كفرت لا سمح الله؟ ايه كفرتي، لما عم تقولي لي اتمنى بنت اخي اللي من لحمي ودمي جوات نفسي بتكوني كفرتي. لسه بيقول لي بنت اخي؟ لك ما انا بنت اخوك، ما انا بنت اخوك، افهمها بقى. الله يرضى عليك يا خالتي، هذا الموضوع اللي بقى تفتحيه معي ابدا. السلام عليكم. وين رايح؟ لسه ما خلصنا حكي. عطلي حمه علي، راح زعلان، ما اكل حتى من الطبخ اللي انا طبخته. يبعتلي حمه، يبعتلي حمه. نهارات الظالم ليل وليلهم ظلما، وبدر السما يا ناس يضوي كل ظلما، ومحيانا بينا يوسف ما ترك بالأرض ظلمة، واللي صور عيسى وموسى والهادي محمد، يلي ما ترك نوره بالكون ظلمة. بس احكي لي شو بك، شو في؟ ما في شيء. شيء؟ شلون ما في شيء؟ لك انا خابزك وعاجنا، شلون بتقلي ما في شيء؟ شو شاغل بالك؟ طلال الله يوفقك، لا تزيد من همي، خلص قلت لك ما في شيء، بس مشلول هيك بعملية يوم الخميس. هي بتقولها لغيري مو لإلي، أنا بعرف إنه في شيء شاغل بالك غير عملية يوم الخميس. طلال عم اقول لك يستر على حريماتك، اتركني بحالي، مشلوش بعمليه يوم الخميس، لانه اذا ما زبطيت بيكون زاد الطيب بلي وخلصنا بقى. ايه انت شو بدك يعني، سايرك وما صدقك يعني؟ طلال خلصنا بقى، واصله معي لروس مناخيري، ها اتركني بحالي. ايه انا صاحبك واخوك، واللي بيضيمك بيضيمني، خليك متذكره هي.
لك شو هالسيره اللي طلعت لي فيها خالتي من غامض علموهي؟ قال اتجوز بنت اخيال، بنت اخي اللي مربيها بيدي. لا وشو كمان بتقلي؟ حاطط عينك عليها؟ لا ما سيدي. يا سيدي ما بدك تقول؟ صار وقت روحتك على شغلك. بونجور ميمان. صباح الخيرات والنيرات. صباح النور. هاي القهوة والفطور كمان صار جاهز مشان تاكل وتتيسر على شغلك. لا لا حاسس حالي تعبان شوي فرح اتأخر على الحاكمية اليوم. يو سلامة قلبك. قل له لأبو خضر يجيب لك الحكي. لا 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 ما في داعي ما في داعي. ايه عنا حدا؟ يو مين بده يجي لعنا من على بكرة الصبح؟ لا لا أول شيء خلص روحي روحي إيمان. شكرا. وبيقول لك الفرج قرب بإذن الله إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. خذ من إيدي هاي شوية أكل من خير الله وخيرك لأنه سمعت إنه مصرين عليك بالمأكل والمشرب. لك عمي ليش عم تورط حالك بسبب إنه بصير هيك؟ عليك لا تاكل همي يا أبي طالب لا تاكل همي. بس شو بدي أقول لك؟ قول عمي معيني يا بنتي قبل ما تفوتي بلي لك كلمتين. عمره الظلم ما دام وعمره الحق ما نام. صدقيني الغايب إلا يرجع والشمس لو غابت الصبح بدها تطلع. روحي الله يرضى عليك ويكون معي. روحي عمو روحي. السلام عليكم. اهلا وسهلا اهلين. تفضلي تفضلي. كميري يا خانم وصلت مريم. اهلا وسهلا. اهلا بمريم. اجيت على موعدنا مثل ما طلبتي مني. تفضلي شو بدك تشربينا معيمات؟ خيرات الله كثيره. عملي لنا كاسه ما ورد للورد من عيني هي قبل هي. تفضلي مريم. شرفتينا. يزيدك شرف انسي كاميليا. ما عم تقصر عم تشتغل ليل نهار مشان تبيض وشها قدام. انا بحبها كثير هي وخياطتها والبنات يلي عندها. تسلم يا رب. كنت رح انسى. تفضلي مريم. شو هدول؟ اجرة الفستان. اعوذ بالله انا ما باخذ من جنابك شيء. بس ما بيصير انا طلبت منك فستان وهي اجرته. انا باخذ اجرتي من ست ماري على دوز باره والله كافي. باين عليها بنت عز والله. الله يحمي لها شبابها. بس لو كنت تشوفيها وقت كانت معي بالسيارة قديش عيونها حزينة ومغرغرين بدموع.
مو قليلة يا أبو خضر، مو قليلة بنوم أبوها، بيجوز يروح فيها إعدام لا سمح الله. الله يفرج همه وهم كل أمة محمد بجاه الحبيب. أخ يا محمد، أخ لو كان بإيدي بس. أهم شي يا أبو خضر لازم تدير بالك عليها للبنت، أوعى حدا يأذيها. فشار، منو هذا اللي بيقدر يأذيها؟ أخطي، أبوها بالسجن ونحن لازم نوقف معها. إلك الله وكيلك يا أم عماد، وحياة الغوالي وحياة ابني خضر، أنا حاسبها البنت مثل بنتي. آخ بس لو أقدر أحكي مع الكولونيل مشانه. أم عماد لك شو بكي أنتي؟ شو تحكي مع الكولونيل؟ ما أحكي؟ لا أحكي. إيه راح أحكي؟ لا ما راح أحكي، ما راح أحكي. بس هذا ما له علاقة بالست ماري، هذا الفستان أنتي رح تخلطيه. إن شاء الله لا تخجليني، مو حلوة أخذ منك مصاري، ولا مو حلوة. معناتها رح تزعليني منك. ترجاكي لا تزعلي مني، ما بيهون علي زعلك. فضلك سابق يا خان. داكو مثل ما بدك. أم عماد؟ يا أم عماد بونجور فاصل. بونجور، أعطي الشنطاي لأبو خضر وخليه جاهز حاله. أمني عيوني. تفضل شاركنا بهالقعدة الحلوة. أبيك بيزير؟ مريم عنا. يا ميت أهلا وسهلا. أمني فيك جنابي كله. تفضلي تفضلي. لا اليوم ما بصير مشان واجبك. لا ما بصير، تفضلي. شو كأنه شايف الصحبة صارت كثير قوية بينك وبين مريم؟ مريم صبية بتنحب، ومثل ما بيقولوا بالشامي بتفوت على القلب دغري، لهيك أنا دعيتها لهون بعيداً عن بيت الست مريم وعن علاقتك أنت بوالدها. هذا شي بيخصك. شوف بمريم صبية مختلفة ومتميزة عن كل بنات الشام. واضح هذا الشي. تسلم، وهذا من ذوقكم. بس أهم من هذا الشيء كله إنه تقدر تقنع والدها يغير رأيه. بتصور إن رح تقدر. المسألة كلها بإيدها يا كاميليا، ولا شو يا أهسي مريم؟ أنا بتمنى يرجع لنا أبي بالسلامة اليوم قبل بكرة، وبصراحة أنا وأختي صالحة كنا عم نقول يعني إذا بنقدر نشوفه مرة تانية بدنا نحاول نقنعه بأي طريقة. إذا عم تفكروا بهي الطريقة برافو. هن بيعرفوا إنه التأخير مو لصالحه. وبالنسبة للزيارات بأي وقت حابين خبروني. بكرة إذا ما عندك مانع. بون دونا بكرة. كتر خيركم يا رب. يلا عن إذنكم أنا صار لازم أمشي. عادي. ليش مستعجلة يا مريم؟ ما بحسن أتأخر أكثر من هيك على الست ماري لأنه ورانا كثير شغل مثل ما بتعرفوا. أم عماد؟ بلغي أبو خضر يوصل مريم لعند الست ماري. يلا بخاطركم. الله معك. شرفتي. الله والنبي محسن. مع السلامة. صباح مرشي. شكرا. جلسوات. طعمت لبالك يا مريم على الخدمة اللي خدمتيني اياها. ايه بزمتي وديني ناطف قلبي على شوفة ابوكي. خلص بكره رح تشوفي ان شاء الله، بس مثل ما فهمتك ها بدك تحسبي حساب لكل كلمة بدك تقوليها. لا تاكلي هم اختي، ما رح احكي غير الكلمة اللازمة، كل همي شوف ابوكي. واهم شيء بدنا نحسس الكولونيل انه كل همنا انا وياكي نخلي ابوكي يعدل على رأيه ويبدل اعترافه. اكيد اختي اكيد. يلا انا قايمة حط راسي ونام، عنا فيها بكير بكره لانه يلا. Thank you.
اهلا وسهلا. بونجور. صالحة اختلا مريم. تشرفنا يا صالح. زادك شرف. استريح. مثل ما وعدتنا مريم جابت مع صالحة لحتى يتعاونوا اثنيناتهم ويقنعوا ابو طالب بالموضوع. كيف الهمه يا صالحة؟ الحمد لله جناب الكولونيل. ومريم؟ الحمد لله. ضروري تذكروا ابوكم انه بكره المحاكم وعلى الاغلب يصدر الحكم بنفس الجلسه، وقتها ما رح نقدر نعمل شيء. ان شاء الله بيصير خير حضره الكولونيل. ابوكم بانتظاركم. بالاذن. بون شانس. أنا مريم ومعي صالحة. لا يا حبيبتي، يا ضوء عيوني أنت يا صالحة. ماني مصدقة عيوني يا أبي، ماني مصدقة عيوني إني شايفتك. اشتقت لك كثير صالحة. ما نامت الليل بطوله من شوقي. أنا شوقي إلكم أكبر وأكبر يا ضوء عيوني يا حبيبات قلبي. أمي اشتقت لك كثير يا أبي وبتسلم عليك. أم طالب رفيقة العمر. أم طالب شحوها جاي على الطريق. يا الله يا الله يا الله خليك اتكال يا رب. Il fait beau, hein? Oui. Je ne sais pas pourquoi j'ai la sensation que tout ce que tu fais avec Abu Talib est inutile. Ta sensation n'est pas correcte. Peut-être. Bien sûr. Je comprends pas, moi. Pourquoi tu ne laisses pas à la justice? Je n'ai pas d'intérêt. C'est quoi donc ton intérêt? Tu verras. D'accord. Nous savons et nous sommes sûrs de la connaissance que tu ne peux pas te retirer de tes paroles. Mais nous devons faire ça pour que nous puissions te voir et te soutenir. إن شاء الله المرة الجاية رح نجيب لك أمي مشان تشوفك. لا أمك لا. ليش يا أبي؟ حرام المسكينة ناطف قلبها عليك. وأنا شوقي إلها أكبر وأكبر يا أبي، بس ما بيسرني تشوفني وأنا على هالحال. خلص مثل ما بدك يا أبي، بس أنت خليك قوي وجبار مثل ما منعرفك. إن شاء الله يا أبي إن شاء الله، ما تخافوا. شو صار معكم؟ قالي لساته وبصر على موقفه يا جناب الكولونيل. حاولتوا؟ ايه حاولنا كثير. يعني انا عملت كل شيء بيطلع بايدي. يا حضره الكولونيل، اذا عندك طريقه بتقدر فيها تقنعه وتطالعه من المصيبه اللي هو فيها، بنكون لجنابك من الشاكرين. انا حاولت مع ابو طالب بكل الاساليب يا مريم. ونحن عملنا اللي علينا وحاولنا كثير، بس هذا اللي صار. والعمل؟ أنا برأيي عمالي بتشوفه مناسب يا حضرة الكولونيل. حتى لو كانت نهاية أبوكي؟ كون الله عز وجل هيك رايد. عناد والدك رح ينهي حياته. كان ونانا يرجع معنا ونكمل حياتنا وهو موجود بيناتنا، بس مو طالع بإيدنا نعمل شيء. Thank you.
إلى أهالي الشام الكرام، من منا لم يسمع بالبطولات التي يقوم بها رجالنا الأحرار والتي هزت أركان السلطات الفرنسية وأوجعتها، وكلنا نراقب ونترقب صراع رجال السياسة الوطنيين الذين يحاولون جاهدين نيل حريتنا عبر المفاوضات. ولهذا أيها الأحرار، يجب على كل فرد منا أن يقوم بدوره في مقاومة الاحتلال بطريقة التي يراها مناسبة. ولتكن الصبيتان الدمشقيتان اللتان هزتا مضاجع المحتلين درسا ومفخرة وعبرة لأهل بلاد، ولتكن ضرباتنا موحدة وموجعة حتى بلوغ الحرية. أبناء الشام، هذا هو الكلام اللي بنسمعه. بيت يومين أنا وكم واحد من رفقاتنا عم نظبط المنشور. مري عليك، وشو مش عن طباعته؟ ما يكن لك فكرة، حليت مشكلة الطباعة. شلون؟ هاد يا سيدي، في واحد أبوه لطالب بمدرسة التجهيز، عنده مطبعة بباب البريد. بباب البريد؟ إيه، حكيت معه أنا والشباب وأبدأ استعداده. مو بس هيك، قال مستعد يطبع لنا الكمية اللي بدنا إياها. حلو. وبمجرد ما خلص المنشور من الطباعة بإذن واحد أحد رح نبلش توزيعه على كل حارات الشام. أبو حميد، بدكم تستعجلوا قد ما بتقدروا. ما توصي حريص، عندي بس هلا المهم، شو مشان موضوع الهجوم على مخفر الشاغور؟ خطرت لي فكرة جهنمانية، وصل لي كم يوم عم مخمخة براسي. هات لشوف، احكي لي. لا حول ولا قوة إلا بالله على القصة. طيب ليش أنا ما عم بفهم؟ أنتوا ليش ما بدكم يعني يروح معكم يشوف أبوكم؟ يا ستي أم طالب، طولي بالك طولي بالك، ما بصير تساوي هيك مشان اللي ببطنك. شو بنا يا عمو؟ أبو طالب مو هين علي حدا يتطلع فيكي، بعدين خايف على اللي ببطنك. يوه، هانت أمي هانت، وحياتك وحياة أبي هالغالي ما عادت الشغلة مطولة، دعي لنا بس أنت. لكن أمي والله دائما عم بدعي لكم، ليش أنا شو قولي؟ لا شغلة ولا عملي غير أدعي لكم يا رب. بس بدي انصحك يا ابو طالب تغير اعترافاتك بالمحكمه. لساتك عم تفكر بالموضوع يا حضره الضابط؟ صدقني يا ابو طالب. عمي، اذا عندك غير روايه احكيها، اذا ما عندك خليني اتيسر الله يقطعك. ايش عم تكابر؟ السبق قلت لك من اول ما التقينا اني ما رح غير اقوالي تحت اي ظرف من الظروف، فلا تعذب حالك. هي لي بخير. شرف عم شرف. فتحت الجلسة. الجلسة الآن للنطق بالحكم. بعدك مصر على أقوالك يا أبو طالب؟ نعم يا حضرة القاضي. وهذا قرارك النهائي؟ نعم يا حضرة القاضي، هذا قراري النهائي. حكمت المحكمة حضورياً على المتهم نور الدين القنواتي والملقب بأبو طالب بالسجن المؤبد مدى الحياة قراراً وجاهياً قابلاً للطعن عن طريق النقد، صدر وأفهم علناً. هاتوا القلم من فضلكم ودواء يا بنا حلو ربي صفحتي من بلوتي ولا شرعني
بعت لي حمى ان شاء الله. لك يا بنتي لا تدعي على حالك، مو حرزانه، صار لك شيء؟ كسر الشمعة عمي، بسيطه. انا والله اسفه، انا فايقه من الصبح مكركبه. بس عن جد ماما انت مكركبه ومو على بعضك اليوم. طولي بالك، هدي حالك. يا الله ليش هيك اليوم انا؟ بسيطه بسيطه. توبريني كملي اكلك خلاص، وبعد ما نخلص اكل ان شاء الله وتعالى بنقوم نلم الازاز من على الارض. يلا كملي اكل. تفضل. يلا سمي بالله عمي. ما بعرف ليش حاسه قلبي انه عمي حمزه صاير له شيء. لك امي برضاي عليك، الله يرضى عليك يا ربي. لك حاج بقى حاج هلوسي بعمي، كملي اكل. يلا يلا عمي يلا تفضلي. أبو العباس شو له على الصدروف؟ خير أبو العباس؟ عبد نجيب مي يا عبد؟ خليك تصحي حبا يا عبدي. لا تكشف على الصدروف أبو العباس. شو صار بالخشب؟ ما كسر يا شباب؟ سيبا أنتخي؟ رمزي شو وراك يا فخري؟ سيدي اثناء نقل ابو طالب من المحكمه لسجن القلعه بكل اسف صار في محاوله اختطاف. تسكت بديتي؟ مثل ما سمعت صار. وين ابو طالب هلا؟ طمن سيدي، العمليه باقت بالفشل وابو طالب ما زال تحت السيطره. ورجالنا ما قدروا يمسكوا حدا من الخاطفين؟ بكل اسف لا، لانه كان كل همهم المحافظه على ابو طالب. وبرايك يا فخري مين حاول يخطف ابو طالب؟ بالضبط ما نعرف سيدي، بس التحقيقات ما زالت شارية. لازم نوصل للفاعل بأقصى سرعة. أمرك سيدي. تابع عملك. أمرك سيدي. احترام. تحملني شوي أبو العباس. هانت ابو العباس. هانت ابو العباس. زين لك وين الزين؟ لك وليك وجاهز صح. سبتوه شباب سبتوه. نزل ايده. شد حيلك يا ابو العباس. حمل حمل يا ابو العباس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. شد حيلك يا ابو العباس. يا رب. وأنا اللي كنت فايت على بيت الجماعة بلا أحمل بلا دستور، بدي أشحط الرجال وقتل الأولاد والنسوان كمان وهد البيت فوق راسه. لا إله إلا الله، كمل خلصنا بعدين. فعلا فتيتك طويلة صفوانه. يا أخي شو بكون جايكم بالسيرة؟ يا أخي وصلنا للزبدة، مو معقولة لسه أخذنا وجايبنا. أخي ما راح طول عليكم. جل صفوانه، تسلم يا أبي. وقت قعدوني الحريم تبع البيت وعمولي الفشكة من كتفي، حسيت الدنيا ما عاد وسعتني. ايه شرف كاس. الله يسلم ايديك. كمي. بعدين لما صحيت على حالي بعد ما ارتدت لي روحي حسيت حالي كأني صحيت من كابوس، لك كابوس بشع. قررت اني ارجع على اصلي وقف مع ابن بلدي. لا الله محيي البطل اللي حملك. بعدين استسمحت من حريم البيت وطلبت منهم انه يعطوني توب بلادي. ايه واعطوني التوب. ايوه وانا لبست لكم توب بلادي يا شباب. حسيت حالي طبت دغري واندمل جرحي ونطيت مثل المهر. لك يا عين عليك. لك الله محيي المهراوي. وطلعت لكم من باب بيت الجماعه بقولت الله اكبر، ونهاريت قتلت 5 جنود فرنساوي. لك بري على سماك. ما راح طول عليكم، وضليت هيك فتره منيحه لحد ما تصاوبت ومسكوني وعرفوني دغري وجابوني لهم. ايوه و
والله قصة غريبة عجيبة انت لك صفوان. وحياة شواربكم يا شباب، ماني ندمان ولا تكة صغيرة. لك مو بس لو حكموني مؤبد، لو عدموني حتى، لأني رح موت بشرف. لك هذا هو ابن البلد الأصيل. لك الله وكيلكم ما طاوعني ضميري ضل مع الفرنساوية دقيقة واحدة بعد الشي اللي شفته من الحريم، وشلون عاملوني مثل الأم الحنون. يا سيدي وينك؟ نسوان البيت بالعملة اللي عملوها طلعوا فهمانين، فهمانين كتير الله وكيلك. لك الله محيي حريم الشام. الله لك الله. عار علي وعلى أهلي إذا ببقى يوم واحد مع الفرنساوي بعد اللي شفته من الحريم. الله محيي أصلاً. الله محيي أصلاً. لك الله أكبر يا شباب، لك هذا أبو طالب زعيم الألوات وكبيرة. يا باطل. لك أهلين بعمي أبو طالب. وعلى شو؟ أهلين بالمعلم. أهلين بدر الدين. أهلين بالشباب الطيبة. طمني عمي، إن شاء الله ما تكون محكوميتك كبيرة. مو كتير بس مؤبد. يا باطل يا باطل على الحكي عمي. صغيرة عمي صغيرة، وما رح يصير غير اللي كاتبه رب العالمين. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. بعرفك عمي أبو طالب على الشباب. محسن من الأيمرية، شرفت عمي. وصفوان من العمارة. وأبو عرب من ساروجة. راسي لك عمي. أبو قاسم من الميدان. شرفنا عمي. والشحرور يلي من فيه على صوته ومن نام على صوته من حلب. أهلين يا زعيم. يا ميت أهلا وسهلا، تشرفنا عمي. والله نحن اللي حصلنا الشرف عمي. نورت عمي. عمي محسن إذا من الأيمرية لازم تكون بتعرفه لحمزة الجابري. ليش أنت بتعرفه لحمزة الجابري عمي؟ وما بعرف غيره عمي، الله يذكره بالخير. حمزة رفيق الصبع عمي أبو طالب. والنعم منك ومنه، والله محييكم حي أصلك وأصله. شرف عمي. شرف عمي. شرف. الله يعزكم يا رجال، شرف عمي. تأخر ماجد أفندي. أي بزروا معه. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلين ماجد أفندي. بشر بشر. خبرية مو منيحة بنوب بنوب. خير الله يجعله خير. أبو طالب انحكم مؤبد. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا لطيف الطف يا رب. يعني كنت بتوقع يطالعوا براءة يا أبو عدنان؟ لك أخي مو براءة بس كمان مو مؤبد. المحاكمة من أساسها باطلة يا أبو عدنان، باطلة. مستعمر، شو بده يطلع منه يعني؟ شو بده يطلع منه؟ يا أخي ما اختلفنا بس كمان مو مؤبد. والله ما بيجوز، ما بيجوز بنوب. دخيلكم يا سيادنا، دخيلكم قولوا لي صحيح أبو طالب حكموه مؤبد؟ للأسف مظبوط. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يا باطل. يا والله يا عميد أهلين وسهلين، نورتنا يا كبير. لك أهلين بعمي أبو طالب والله. شحرور من بعد إذنك. مرني. بدك تسمعنا موال كرمال جاية عمك أبو طالب بصوتك الحنون. مو على عيني بدر الدين. من هدول اللي تقال شحرورة. تأمر عمي محسين، تأمروا الجميع كلكم خاصة عمي أبو طالب. سلمت يا بضاي، سلمت عمي. يا أهلين زعيم. أمان 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 يا يابا. أمان 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 والحاضرين عيوني. الله يصلك يا بجرتك بسورة سبأ والصافات ونمل يا بو مبات ليل الدجا يا بو طالب بوصافك نمل زين المعاني انت لا تظن عنك نمل يا 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 با يا شحرور يا بجرتك بسورة سبأ يا بو طالب يا عيوني جرتك بسورة سبأ والصافات ونمل ومبات ليل الدجاب وصاف ذاتك نمل زين المعاني انت لا تظن عنك نمل يا 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 بخلا خلخلوا عظمي وتركوني وحداني لا خدوني معاهم ولا بالسجن ذكراني يا يا ويلي خلا
تركوني وحداني لا بالسجن زاروني ولا خدوني معاهم أنا وحداني يا يابا خلا مخلخلوا عظمي تركوني وحداني لا بالسجن زاروني ولا خدوني معاهم أنا وحداني يا يابا أهلين زعيم نورتنا عليم الله لك أهلين يا عمي أبو طالب والله الله يعزك عمي لا لا ولا لا يا بلا ذهب والغاء الله اكبر يا وطن يوم الوغى ننده نقول الله الله اكبر يا وطن اسمك مطرس بالذهب والغاء لنهاب العدا ولا توب الردى لنهاب العدا ولا توب الردى الا العالي علي الصار فوح يا ريحان سلم أحبابي